أثابكم الله. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول أن هناك فرقة تسمى مرجئة أهل السنة؟ نعم، هناك فرقة تسمى مرجئة أهل السنة، وهم علماء الكوفة أو الكوفيون، أي منهم الأحناف، يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، قول باللسان واعتقاد بالقلب وليس منه العمل. هؤلاء هم مرجئة أهل السنة. نعم.